النهارده تم تشييع جثمان الإعلامية القديرة والكبيرة فايزة واصف. الإعلامية الكبيرة توفت امبارح بعد فترة من المرض. طبعا الإعلامية القديرة فايزة واصف هي جزء مهم من طفولة وذكريات الكثير والكثير من المصريين، خاصة أنها قدمت واحد من أنجح البرامج في تاريخ التلفزيون المصري، برنامج حياتي. برنامج حياتي كان واحد من البرامج اللي لما كان بيذاع كان كل المصريين بيقعدوا يتفرجوا عليه. كان بيذاع على القناة الأولى، اتقدم على مدار 36 سنة. هذا البرنامج كان بيقدم المشاكل الاجتماعية في شكل دراما عن طريق المشاكل اللي بتصل إلى البريد الخاص بالبرنامج بيبعتها المشاهدين، يعني مشاكل معظمها بتكون مشاكل اجتماعية، وبيبقى فيه مجموعة من الممثلين اللي بيجسدوا المشاكل دي في قالب دراما علشان الفكرة تصل إلى المتلقي. ففي بعض الأحيان كمان بيبقى في ممثلين مشهورين بيشاركوا في هذه اللقطات الدرامية اللي بتحكي قصة الحكاية اللي وصلت لي الإعلامية الكبيرة. وبعد ما تخلص القصة عشان ما تسيبش بقى المشكلة بدون حل، بتجيب مجموعة من المفكرين، من رجال الدين، من الأطباء النفسيين، خبراء في القانون، علشان يتكلموا على اللي حصل في هذه الحكاية ويقدموا نصايح أو يقدموا حلول. وبالتالي كان هذا البرنامج وربما ما زال هو واحد من أهم البرامج في تاريخ التلفزيون المصري. أنا اسمي فايزة واصف، فايزة حسن واصف، وقدمت برنامج حياتي في التلفزيون لمدة 36 سنة. موضوع مشكلة النهاردة وصلني من السيد عين لام، ونستضيف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد دهلت. واضح أنه هذه المشكلة بتبين مدى عقوق الأبناء. حالة هذه السيدة اللي عرضت مشكلتها الآن حالة مختلفة تماما عن اللي سيادتك بتقوله، فإحنا عايزين نوضح للي مش عارف إيه اللي بيحصل عندما يولد شخص جديد في الحياة ويقيد. مين اللي بيقوم بتأييده؟ وأنا أصلا مذيعة في صوت العرب، كنت في صوت العرب أيام الأستاذ المرحوم الأستاذ أحمد سعيد. وبرنامج حياتي ده أنا بعتز بيه جدا، لدرجة إن شوف السنين دي كلها فاتت وأصحاب المشاكل على صلة بيا لغاية دلوقتي. أنا أبص للبرنامج اللي أنا بقدمه وأحبه، إذا حبيته هيحبني، إذا ما حبيتهوش مش هيحبني. وإلى اللقاء. الله يرحمها الإعلامية القديرة فايزة واصف. كان الحقيقة لي الشرف أن أنا ألتقي بها في حوار تلفزيوني عام 2016، ووجدتها مش بس إعلامية كبيرة وراقية ومحبة بشكل كبير جدا جدا لشغلها، لكن كمان إنسانة طيبة جدا جدا، وكانت بتحب شغلها بجنون. فكرة أن برنامج يفضل مستمر على الهواء 36 سنة، ده لازم يكون برنامج خارق، بيتعمل فيه مجهود كبير، بيشتغل عليه فريق إعداد محترم، مذيعة محبة بشكل كبير جدا جدا لشغلها، ومحتوى هادف وبيقدم بشكل مشوق علشان يفضل هذا البرنامج كل هذه السنوات بهذه النسب الخاصة بالمشاهدة.